السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معايا في قناتي. الوصفة اللي خيرتكم اليوم وصفة كانت مطلوبة، اللي هي خبزة موسكوتشو كي تاع زمان بالفوندون. هذاك الفوندون نديروها اونصاب، نعاودو نولو نرجعو زمان لا نوستالجي، كانوا يسبوه لنا في العراس. الله الله ديروه تبقوا به لا طابل تاعكم. بون اللي ما حبتش دير الفوندون دير سو بودغ ان بو دو سكر غلاس من الفوق يكفي لارجومون. للمقادير واش عندي؟ عندي هنا 6 حبات بيض، ياك، عندي 200 غرام تاع السكر، عندي 200 غرام تاع الزيت، عندي 150 غرام تاع الحليب، عندي كيس تاع الخميره تاع الحلوى 10 غرامات، عندي لو زيس دو سيترون، قرصه تاع الملح، وعندي هنا 400 غرام تاع فرينه. داكور، دوك واش ندير؟ جو في سيباري لي بلون لي جون. لي بلون نرميهم هنا في لاكيو تاع البيتخ تاعي، هذا شوفوا الطريقه تاعي ان شاء الله تعجبكم وتولوا تداوموها. هي العروسه تاع موسكوتشو، كيف كيف بيض وسكر وفرينه، مي كي تاكليه كل وحده كيفاش يجيها سبحان الله. نغسل يدي و نعرف واش ندير. ندير قرصة تاع الملح مع بياض تاع البيض باش يطلع لي بيان. بسم الله، نبدا بسرعة مخفضة، من بعد نبدا نزيد حتى نطلعهم بيان وموس. اونتخي طون نزيد لو سكر تاعي هذا على 3 مرات. داكوغ، بياض البيض تاعي بيان، وقلت لكم نرمي لو سكر تاعي اون تخوا فوا باش ما نطولش لا فيديو عليكم، ونتلاقاو بعد ما يطلع لي بيان البياض البيض مع السكر يطلع لي شغل مورينغ. بعد نتلاقاو بعد ما تطلع لكم هكذا شغل مورينغ. دوك واش ندير؟ نبدا نزيد صفار البيض غير بالعقل. نستعملكم المزيج من الخليط، شوفوا حتى يولي لكم هكذا موسو بياض البيض مع الصفار، ومن بعد زدنا بياض البيض مع السكر، ومن بعد زدنا الصفار. نقص في السرعه ونزيد الحليب غير بالعقل. السرعه اللي ناقصها ماشي الحليب. نزيد الزيت، نزيد
تشوفوني الخليط مازال موسو، بورتون درت الحليب ودرت الزيت دركا. نكملو بيدي هنا واش ندير، نزيد شويه سكر فاني كيس تاع الخميره تاع الحلوه تاع 10 غرام، زيت دو سيترون نديرو مع الفرينه، شويه الفرينه مع زيت دو سيترون مع الخميره، ونبدا نفرغ غير بالعقل. وهاد لو زيت دو سيترون اللي ترمد بالفرينه نعاود نرجعو باش كي نقسم الخبزه تاعي تاع المسكوتشو يكون لي في الوسط. ونبدا نسيدي ندخل المزيج تاعي من فوق للتحت، نخلط غير بالعقل. شوفوا لي هذاك الخليط مهوي، شوف مول تاع موسكوتشو عادي نيمبورت كان مول يكون عندكم في الدار، ونفرغ لابريباراسيون تاعي لداخل. هنا المول كنت دهنته بشويه تاع مارغارين وزدت له الفرينه، كيما راكم تشوفوا فرغته كامل، خبطوا شويه باش يتصور كامل داخل المول. هنا خديت ان بيك وندخلو في الفرن، كنت سخنتو ديجا 180 درجة يبدا 15 دقيقة، ومن بعد نقصلو 160 نخليه يطيب نار قليلة ياخد لي واحد 40 دقيقة حتى تشوفوه طاب، دخلو ام بيك يخرج لكم ناشف ناشف، صافي دير الخبزة تاعكم راهي واجدة. هاني عاودت وليت لكم الخبزة تاعي تاع المسكوتشو راهي في الفرن طيب،
كما قلت لكم نقص لها شويه الفرن راهي 160 درجه، نخليها طيب بعقلها. دركا نجوزو للفوندون. هنا الفوندون اش عندي؟ عندي 200 داخل الكاسرونه، درت 200 غرام تاع الماء كما راكم تشوفوا، زدت عليه 20 غرام تاع الجلوكوز، وزدت عليه 200 غرام سكر، 80 غرام ماء، و20 غرام جلوكوز. دونك 200 غرام سكر، 80 غرام ماء، و20 غرام جلوكوز. نحطهم فوق النار يغلو ويكون وجدنا ثرمومتر كي يلحق درجه الغليان تاع الماء والسكر سيغو تاعي هذا اللي كان ماء والسكر والجلوكوز 114 درجه، نفرغوا داخل هنا داخل الريسيبيون ونقعد نضربوا بالباتور حتى يبيض. داكور، كما راكم تشوفوا لحقت 114 درجه، نطفي عليها ونفرغ الخليط تاعي اللي كان ماء وسكر وجلوكوز. خليها شويه يبرد واحد دقيقه ونبدا نضربه بالباتور حتى وين يبيض الخليط. نضرب 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 حتى يبيض. هنا دوك في الاخير نزيد 20 غرام تاع عصير الليمون. نخلط هكا حتى يبرد الخليط تاعي، نفرغو فيها الريسيبيون ونتلاقاو في لافينيسيون. فوالا كيما راكم تشوفو، شوف كيفاش طابت الخبزة تاعي، شوفو ما شاء الله. دوك واش ندير؟ نفرغ هذاك الفوندون في كامل السطح، هنا واش درت؟ حكمت الزبيب كما راكم تشوفوا فيه هكذا، هو كان طويل، انا سييت نبلاطيه هكذا ليجيرمون، نرجعو اغوندي. شوفوا هي تكون طويله هكذا، نحكمها هي راهي بالطول، نسيي نعبزها بالعرض هكذا تولي مدوره، ومن بعد نديرها في الماء بريون اليمونتير دوري ولا برونز ولا كيما عندكم. سييت يعني نبسط لكم الوصفه،
هنا عندي ورود البورجون دو روز اللي ما عندوش ما يديرهمش هكذا. هكذا باش نعطيلو شخصيه. هذه وصفه تاعي اللي كانت موسكوتشو بالخبزة الموسكوتشو بالكلاصاج كي تاع زمان. شوفوها من بعد في صحن شباب وديكور الله الله. يعني عاودنا ولينا الحلويات زمان. نتمنى ان شاء الله كانت نالت اعجابكم في وصفات اخرى ان شاء الله. دوك نقسم لكم منها باش تشوفوها. بسم الله. شوفوا شوفوا الخفة. دوك نقسم لكم شوية باش تشوفوا. شوفوا الله يبارك. شوفوا نياج شاهدكم في الجنة.